لاحظوا واحد او وحدة تيجي تقول انا صابرة ومحتسبة وهي تكذب، لماذا؟ لانها لا تملك لسانها. اي تحسب كذا ليش وكذا ليش وكذا ليش وكذا ليش، مع ذلك تزعم انها صابرة ومحتسبة، او الرجل كذلك يتكلم ضد القضاء والقدر الالهي ويزعم انه صابر ومحتسب، خاب فألك وخسئت نفسك الأمارة بالسوء. فالصبر لا يجوز أن يكون مع الكلام البذيء على المخلوق أو على الخالق ثم يزعم الفرد أنه صابر، كلا بل هو فاجر وليس بصابر، حتى لو تحمل الذل من المخلوقين بالمقدار الممكن فإنه سيكون عظيما عند الله وثوابه جليلا عند الله. والذل في الدنيا إنما هي عزة الآخرة، والعزة في الدنيا إنما هي ذلة الآخرة. وأما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فالمسألة أكثر، فيجب أن لا يخطر في البال اعتراض عليه فضلا عن التفوه به، وإلا لم يحصل له ثواب الصابرين. والله سبحانه عليم بما في القلوب.